السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى لقاء جديد من حديث الصحافة، وفيه نتابع أبرز عناوين الصحف المحلية ونستعرض مقالات الرأي والتحليل ونقرأ ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، والبداية من صحيفة الصحوة. المشترك: الحرب على تنظيم القاعدة قضية يتحمل مسؤوليتها كل اليمنيين. سياسيون: الهجوم على الإصلاح لدوره في إنجاح مسيرة التغيير والتسوية السياسية. وزير التربية: من أولوياتنا إعادة هيكلة التعليم وفقا لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. صحيفة الثورة: الرئيس: الجيش يحقق انتصارات ساحقة وساعة الحسم باتت قريبة جدا. صحيفة أخبار اليوم: علماء حضرموت يدعون الرئيس لحوار جاد مع القاعدة. جهاز المحاسبة: خسارات اليمن من اتفاقية الغاز أكثر من 14 مليار دولار. صحيفة المصدر: الحكومة تتفق مع توتال لتعديل سعر الغاز بزيادة نسبتها 85%. سكان ينزحون من قراهم بالقرب من مكان تفجير أنبوب النفط في مارب بعد قصف للجيش. 3 اعتداءات استهدفت أبراج الكهرباء واعتداءان أنبوب النفط خلال 48 ساعة. قوات الجيش تسيطر على مركز مديرية ميفعة في شبوة ووادي ضيقة في أبين. صحيفة الجمهورية: الزياني يجدد دعم دول الخليج لجهود الرئيس هادي في مواجهة التحديات. البرلمان يطالب بمعالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية. لجنة الدستور تبدأ بصياغة الأسس الاقتصادية. وفي المواقع الإلكترونية الإخبارية نستعرض التالي: الصحوة نت: ضبط شخصين متهمين بأعمال نهب واغتيالات بمنطقة بني الحارث. الأهالي نت: مسؤول يكشف عن وجود 130 ألف موظف وهمي ومزدوج في الحكومة اليمنية. اختطاف الأجانب ضربة موجعة للوطن وتجارة رابحة للخاطفين. التغيير نت: الداخلية اليمنية: القبض على 5 من عناصر القاعدة في العاصمة صنعاء وبحوزتهم أسلحة وذخائر. الخبر: الرئيس طالب مشايخ وأعيان بمنع هروب الإرهابيين عبر سنحان وبني بهلول. مارب برس: واشنطن تغلق سفارتها في صنعاء حتى إشعار آخر، ومسؤول أمريكي يؤكد أنه لن يتم إجلاء الموظفين. وفي الصحافة العربية نستعرض أهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني. عكاظ السعودية: مقتل سعودي وباكستاني وجزائري في شبوة. الرياض السعودية: اليمن فرار جماعي لقيادات وعناصر تنظيم القاعدة من شبوة. القدس العربي: اليمن قوة الأمن تقتل مسؤول خلية اغتيال واختطاف الغربيين بصنعاء. البيان الإماراتية: مسلح القاعدة يفرون برا وبحرا من اليمن. السياسة الكويتية: مسؤول رئاسي اعتقال خلايا إرهابية سبق الحملة العسكرية ضد القاعدة. صحيفة الجمهورية نشرت مقالا للكاتب مصطفى راجح تحت عنوان تلاحم الجيش والشعب، أشار إلى أن هذا التلاحم بين الجيش والشعب أهم بكثير من الفعل للأساس المتمثل بالحرب ضد الإرهابيين، لأنه يتجاوزهم إلى مستوى أعلى يتوخى تحقيق نصر شامل لا على تجمعات الإرهابيين فحسب، بل وفتح المجال للنصر الأكبر استعادة هيبة الدولة. يحدث أحيانا أن يكون الفعل الارتجاعي الذي ولده الفعل الأساسي أهم منه أو على الأقل مكملا له، والفعل الأساس في حالتنا هو الحملة العسكرية التي يخوضها الجيش اليمني ضد تجمعات الإرهابيين في بعض مناطق أبين وشبوة. أما الفعل الارتجاعي الأهم الذي ولد كنغمة ارتجاعية لمهمة الجيش الوطنية فهو التفاف الشعبي الواسع النطاق حول الجيش اليمني من كافة شرائح المجتمع وفئاته وقوه المجتمعية والسياسية والشعبية.
هذا التلاحم بين الجيش والشعب أهم بكثير من الفعل الأساسي المتمثل بالحرب ضد الإرهابيين، لأنه يتجاوزهم إلى مستوى أعلى يتوخى تحقيق نصر شامل لا على تجمعات الإرهابيين فحسب، بل فتح المجال للنصر الأكبر، استعادة هيبة الدولة وقدراتها، والخطوة الأولى في ذلك استعادة مؤسسة الجيش لفعاليتها وانتظامها ضمن مهمة وطنية ينصهر فيها الشعب وجيشه. ذلك أن الانتصار على الإرهابيين إذا لم يؤسس لمسار شامل لاستعادة هيبة الدولة والسيطرة على الاختلالات الأمنية في البلد واستعادة الأمن والاستقرار لن يكون مجديا في تحقيق أهداف الحرب الثانية من منظور المصلحة الوطنية العامة، بل أن الإرهابيين أنفسهم سيعاودون تنظيم صفوفهم سواء على مستوى التمركز في المناطق الجغرافية أو على مستوى نشاط خلاياهم السرية التي تفجر وتقتحم وتغتال وتقوض حياة اليمنيين بكافة السبل وتكدر عيشهم اليومي وأمنهم واستقرارهم. ولمزيد من تسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها معنا هنا في الاستوديو الصحفي والمحلل عارف با مؤمن، أهلا ومرحبا بك أستاذ عارف. أهلا بك مشاهدي. سيد عارف، بداية لو انطلقنا من قول الرئيس عبد الرب منصور هادي، الجيش يحقق انتصارات ساحقة وساعة الحسم باتت قريبة، كيف تصف هذا التصريح؟ أنا أعتقد أن خطب الرئيس أمس كان واضحا، هو انعكاس اللي ما حققه الجيش من دخول المحفد ودخول عزان، انتصارات كبيرة حققها الجيش، لن نقول حسمة المعركة لكن نقول على الأقل أنه استعاد الكثير من الأراضي اللي كانت تسيطر عليها القاعدة. المعركة مع القاعدة ستطول أمدها لأن القاعدة هو تنظيم سري يعتمد على الكر والفر والاختباء، وغالبا في الحروب الكبيرة والتي تقودها الدول معظم الدول ضده يتراجع ويتخبأ، من ثم عندما تهدأ الحروب يرجع مرة أخرى. الرئيس كان يريد إرسال رسالة أيضا إلى أصدقاء اليمن، مؤتمر أصدقاء اليمن، إلى إرسال رسالة للخارج أن المعركة باتت قريبة وأن تدشين الدولة الاتحادية والانتقال إلى مرحلة الأقاليم بات قريبا، لكن أنا باعتقادي أن المعركة ستطول ما دام العمل الاستخباراتي والأمني في الجيش والأمن ضعيف جدا. القوات الجيش دخلت أبيان في العام 2012 لكن الواقع اختلف تماما بعد أشهر، عادت القاعدة مرة أخرى. إذن أمام الرئيس ليس دخول عزان ودخول محفد انتصارا بحد ذاته، وإنما إعادة اتجاه إلى الجنود وأفراد القوات المسلحة، لكن انتصار حقيقي. كيف يمكن أن يعيد بناء الثقة بين الجيش والمواطنين؟ بناء الثقة تبدأ من عمل استخباراتي قوي يقطع الطريق عن عناصر القاعدة للعودة مرة أخرى، لأن الذي حدث في 2012 تغنت الصحف والقنوات الرسمية بدخول أبيان واستعادة الأبيان من القاعدة، ويعني احتفل الكل، لكن بعد أشهر حدث العكس، رجعت القاعدة مرة أخرى. هذا لن يكون إلا بعمل استخباراتي قوي في أبيان في شبوة في كل المحافظات يمنع هروب هؤلاء العناصر إلى حضرموت. بهذا العمل يمكن أن نقول أن الجيش حقق انتصارا نهائيا بالطريقة هذه، دخول المحفظ ودخول عزان وغيرها من المناطق لا أعتبره انتصار حقيقيين، بل بقاء الجيش لمدة أطول ولسنوات كثيرة مقبلة، هذا هنا يمكن نقول أن الجيش انتصار. هل هذا يعني هناك الآن دعوات من علماء حضرموت يدعون الرئيس لحوار جاد مع القاعدة، يعني في ظل هذا التوقيت بالضبط، هل هو من مصلحة الدولة الآن الخوض في حوار جاد مع القاعدة خاصة بعد أن سيطرت على المواقع التي كانت مركزها القاعدة؟ أنا أول أريد صحيح السؤال، ليس علماء حضرموت، كلهم العلماء أهل السنة والجماعة أو ما يسمى السلفيين هم أصدروا بيان يوم أمس، البيان وفق في بعض الأشياء وكان إيجابي وبعض الأشياء كان أخفق فيها كثيرا. من ضمن الأشياء الإيجابية التي أكد عليها البيان وفقهم فيها، أولا حذر من توسع الحرب إلى حضرموت، أشار إلى المخلفات أو الأضرار الإنسانية التي يمكن ستترتب على الحرب مثل النازحين وغيرهم، أشار أيضا إلى أن الجيش يكيل بمكيالين في التعامل مع الجماعات المسلحة، هذه الأشياء كان إيجابيا فيها في الطرح فيها، لكن دعوته للحوار مع القاعدة هذه أخفق فيها باعتقادي، أن القاعدة إلى ما قبل هذه الحرب هي كانت تعتمد على الهجوم وليس على الدفاع، وجود جماعة مسلحة داخل دولة تحمل السلاح لا يمكن الحوار معها إلا بعد إلقاء السلاح، هنا يمكن نقول أن يبدأ الحوار مع القاعدة. نعم. والغريب في أن الجماعة السلفيين خصوصا في حضرموت كانت في ظل النظام السابق كانت تؤيد القيادة السياسية في كل مراحلها تحت لافتة الطاعة للأمر،
اختلف الأمر تماما عندما انتخب الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيسا للجمهورية، وصارت تقف دائما عند صراع مع دولة مع أي جماعة تقف في الوسط على مبدأ الحياد، وفي كثير من الأشياء نعم. كانت تخرج. لكن كيف ستتوسع القاعدة الآن وهي الآن تضرب وتغزى في عقر دارها؟ الآن القاعدة تفر برا وبحرا و يعني ضاقت بهم الأرض، يعني كيف يمكن نقول أن في أبين وفي شباب بدأ الآن بالفرار، لكن هناك تواجد القاعدة في حضرموت، نحن ننكر هذا، حضرموت بمساحتها الشاسعة ملاذ آمن لعناصر القاعدة. أنت تعرف أن محافظة حضرموت تقريبا مساحتها 200,000 كيلومتر مربع مع أطول شريط ساحلي في الجمهورية اليمنية، وجود أو توسع الحرب إلى حضرموت سيطول أمده، وديان في حضرموت غائرة طويلة جدا، لو تلجأ لها عناصر القاعدة الحرب ستطول كثيرا. عندك سلطة مغيبة في حضرموت لا تقوم بأي دور، وخصوصا السلطة المحلية لم تقوم باستباب الأمن في المكلة اللي هي عاصمة حضرموت. الاغتيالات وصلت إلى فوق خور المكلة اللي هو المنتجع السياحي، وكان أبرز مثال الضابط بارشيد قتل في زحمة الناس فوق خور المكلة. طيب برأيك يعني أنت الآن تقول أنه لا مجال للحوار مع القاعدة، وأيضا تقول أن الحرب وحدها والتكتيك العسكري وحده لا يكفي، إذن ما هو الحل؟ الحل كما قلت في البداية نحن لن نجتث القاعدة يمكن من جدورها، لكن يمكن أن نخفف من سيطرتها على بعض المناطق. أنت تحتاج كما قلت في البداية إلى عمل استخباراتي قوي تضعف شوكة القاعدة، لأن لا تنمية ولا انتقال إلى الدولة الاتحادية بوجود هؤلاء العناصر. يعني العمل عمل استخباراتي فقط؟ ممكن نضيف له تجيش الشعب اللي هو، لأن احنا نرى هناك تجيش شعبي ومساندة قوية، نخلق عزلة معينة لهؤلاء التنظيم، لا نختلط، لا يعني نقطع الطريق عليهم للاختلاط بعموم الناس. الآن في حضرموت مثلا وفي غيرها من المناطق عناصر القاعدة وجدت ملاذ آمن وحضن دافئ في بعض المناطق الجبلية، لماذا؟ هناك غياب للتنمية. أنا لما أكون أرى أن الدولة لم تقم بواجب التنمية في منطقتي، عندما تأتي عناصر أخرى تريد أن أدافع مع الجيش أو قوم مع الجيش، هنا الأمر سيختلف. أقل يعني في أسوأ الاحتمالات سيقف المواطن في موقع الحياة. نعم، لكن اليمن كلها بلا تنمية، يعني 70% من مناطق الشمال بالذات وشمال الشمال يعني خارج عصور التنمية، ما زالت تعيش العصور الحجرية، لكن هذا ليس مبرر أن تكون ملاذا آمن كما تقول للقاعدة. لا، هو يعني نقول أن القبائل وبعض القبائل في بعض المناطق القبلية في أسوأ الاحتمالات وفي أحسن الاحتمالات ستقف موقف المحايد ولن تساهم مع الدولة، خصوصا وأن بينها وبين الدولة هناك مثلا في حضرموت الكثير من المناطق القبلية يعني الآن بينها علاقتها متوترة مع الدولة، فعند انتقال عناصر القاعدة لهذه المناطق أظن أن هؤلاء القبائل أو المناطق القبلية لن تقف مع الجيش، يعني وإن وقفت ستقف موقف يعني ضعيف جدا. نعم. يعني محافظ شبوة بحاج وهو المحسوب على الإصلاح يعني في الصفوف الأولى للحرب ضد القاعدة، كيف تقرأ هذه المشاركة الفاعلة من محافظ شبوة؟ محافظ شبوة أثبت إدارته وقوته في الصفوف، كان بتقدم الصفوف الأولى أمس في المعارك مع القاعدة، تداول تصوره وسائل الإعلام، وهذا يقطع الطريق على من يتهمون تجمع اليمن للصلاح بأنه متستر على أو أنه له موقف آخر من الحرب على القاعدة. محافظ شبوة بحاج قطع الطريق أمام الكل، وأنا يعني أقول إذا وصلت الحرب إلى حضرموت هل سيقف محافظنا محافظ حضرموت بهذه الوقفة أم أنه سيقف موقف آخر، خصوصا أن نرى موقفه ضعيف جدا في حالة انفلات الأمن التي تحدث في عاصمة المحافظة اللي هي المكلا. يعني هل هناك شك في وقوف محافظ حضرموت مثلا والأجهزات السلطة المحلية والإدارية؟ الواقع يقول هكذا، لأن السلطة المحلية غائبة مغيبة، أدمنت إصدار البيانات منذ العام 2011 إلى اليوم، لم تقم بواجبها الحقيقي في استباب الأمن. هناك احتقان في شارع في المكلا الخميس الماضي كان بث الرعب في أهالي حي الشهيد خالد، هناك لا يوجد تنسيق بين الأمن وبين الجيش. يا أخي يعني اعتدى على جندي من الجيش من قبل مجموعة من الشباب، خرج الجيش بكل قوته بمدرعاته يطلق النار على من هب ودب على الدراجات النارية وعلى بيوت المواطنين، خرج مدير الأمن ولا يعرف ولا أي حاجة عن الموضوع، وقام وأمر الجيش بتراجع
هذا الموقف يوضح لنا أن هناك لا يوجد تنسيق بين الجيش وبين الأمن في حضرموت، وهذه أكبر سلبية عندنا القوات الخاصة، القوات الأمن العام، قوات الجيش. إذا لم يوجد تنسيق حقيقي بين القوات أو مختلف الوحدات العسكرية، فإن الانتقال للقاعدة والمعركة ستكون لصالح القاعدة إذا ما بقي الوضع على ما هو في حضرموت. الصحفي عارف مؤمن، شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام، ما زلنا معكم في صحافة الجديدة، ولكن بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد وإلى صحافة الجديدة، والبداية من الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. وعلى صفحته بالفيسبوك كتب عن تحالف قوى الثورة المضادة ومساندة تنظيم القاعدة في معركته ضد اليمن. منذ اليوم الأول المواجهات التي يخوضها الجيش والأمن في محافظتي شبوة وأبين ضد تحصينات عناصر تنظيم القاعدة هناك، تورط إعلام الفلول وتحالف القوى المضادة وهو تحالف بقي النظام والحوثيين ومراكز القوى التي فقدت مصالحها المرتزقة، تورط في عمليات مباشرة لكشف ظهر المقاتلين من الجيش والأمن ثم عاد وغير استراتيجيته لينجز هذه المهمة بطريقة غير مباشرة. على اليمن اليمنيين أن ينتبهوا إلى أن الذين قاموا خلال الثلاث السنوات الماضية بضرب الخدمات العامة من كهرباء وأنابيب نفط بقصد التضييق المعيشي على الناس ليسوا لجزءا من تحالف القوى المضادة، وليس هناك من دليل أبلغ ولا أقوى مما يحدث اليوم. فهي القوى نفسها تقدم سنادا مفضوحا لتنظيم القاعدة ولمعركته التي يخوضها ضد اليمن، حينما تتكفل هذه القوى بضرب أنبوب النفط وخطوط نقل الكهرباء في محافظة مأرب. الداخلية والنجاح الاستثنائي كان موضوع علي الجرادي على صفحته بالفيسبوك. نستطيع أن نسمي القبض على عصابة متخصصة بقتل واختطاف الأجانب والقبض على شخصين من عصابة مكلفة باغتيال الضباط من قبل وزارة الداخلية بالنجاح الاستثنائي. مرة أخرى يثبت وزير الداخلية أن مساحة النجاح واسعة لمن يمتلك العزم والإرادة، وأن مشكلة بلادنا ستظل في تلك الأيادي المرتعشة التي تسوغ لارتعاشها بالاستثناءات التي لا تنتهي. أذرع القاعدة واستراتيجية الدولة في حربها على الإرهاب، كتب عنه الصحفي علي الفقي. للقاعدة ثلاثة أذرع، الأول يقاتل في شبوة وأبين والبيضاء، والثاني يفجر أنابيب النفط وخطوط الكهرباء في مأرب، والثالث ينفذ اغتيالات يومية ضد الضباط والأجانب في صنعاء. فهل لديكم استراتيجية متكاملة لمواجهة الثلاثة الأذرع بنفس كفاءة استراتيجية القاعدة؟ ما لم فإنهم سيحققون في صنعاء ومأرب ضعف ما حققتموه ضدهم في أبين وشبوة. النائب البرلماني محمد مقبل الحميري على صفحته بالفيسبوك أكد أن من يقطعون أنابيب النفط ويضربون أبراج الكهرباء أشد خطرا من القاعدة. الذين يفجرون بأنابيب النفط ويضربون أبراج الكهرباء لا يقلون خطرا عن القاعدة، بل أنهم أفتكوا وأخطر من القاعدة، لأنهم بجرائمهم هذا سيعصفون بالوطن كله. أستغرب وقوف الدولة مكتوفة الأيدي ولا ترد عليهم بحزم، وفي نفس الوقت تفكر برفع الدعم عن المشتقات تعويضا عن المليارات التي يحرقها هؤلاء المجرمون، وبهذا يتم معاقبة المواطن من قبل الدولة بالإضافة لجرائم المجرمين. نطالب الدولة بتغيير سياساتها نحوهم، هم ومن يؤويهم ويحتضنهم، فهؤلاء أجرموا بحق كل شخص في الوطن وارتكبوا عيوبا سوداء في مفهوم القبيلة إن كان فيهم ذرة مروءة أو قبيلة. أما في المفهوم الإسلامي فهم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل مواطن يمني حق عليهم. وكم من المرضى قضوا نحبهم بسبب انقطاع الكهرباء، وكم من الأجهزة خربت والشعب كله يعاني منهم، ولن أسمع من الحكومة والجيش والأمن نحوهم إلا جعجعة. فلسنرى طحينا مع تمنياتنا لجيشنا النصر على القاعدة وكل الإرهابيين في أرجاء الوطن، ونناشد الجميع الوقوف معهم صفا واحدا. محمد مجيد الأحوازي على صفحته بتويتر كتب عن مشروع إيران في الشرق الأوسط.
على الشعوب العربية والإسلامية أن تدرك جيدا أن العدو الإيراني لن يتنازل عن مشروعه التوسعي، لأن هذا المشروع مرتبط ببقاء النظام في طهران. الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية عبر تغريدة في تويتر أكد أنه مع دعوة القاعدة لنبذ العنف والمشاركة في بناء اليمن الجديد. عظيم وقوف الشعب مع الجيش لتحقيق الأمن وفرض سلطة الدولة لمصلحة اليمن، ومع دعوة المغرر بهم إلى طريق الخير ونبذ العنف والمشاركة في بناء اليمن الجديد. مشاهدين الكرام، كان هذا أبرز ما تناولته الصحافة اليوم. يمكنكم متابعة المزيد عبر سهيل دوت نت. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، في أمان الله.